أهلا بك أخي الكريم، أختي الكريمة في دار جديد من دروس السنة الثانية ثانوي إعدادي. إذا بعد تطرق لدرس البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح، سنتطرق إن شاء الله اليوم للفصل الرابع وهو درس الصخور السهارية. كما تعرفت أخي الكريم أختي الكريمة في درس البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح، قلنا أن الاندفاع البركاني هو صعود السهارة من الأعماق إلى السطح. من صعود السهارة من الخزان السهاري عبر المدخنة لتصل إلى سطح الأرض يرافقه انخفاض في درجة الحرارة، الشيء الذي يؤدي إلى تبريد السهارة وتصلبها، وبالتالي تتشكل الصخور السهارية. كتمهيد إشكالي، كما قلنا ينتج عن صعود السهارة على مستوى كل من الذروات الوسط المحيطية ومناطق الطبل أي حدود الصفائح تشكل صخور سهارية متنوعة، تدخل هذه الأخيرة في بنية كل من القشرة المحيطية والقشرة القارية، حيث نجد على مستوى القشرة المحيطية صخور بركانية واسم نوعها صخور البازلت، وعلى مستوى القشرة القارية نجد خصوصا صخرة الجرانيت. لنبدأ بالمحور الأول، ما هي خصائص الصخور السهارية؟ بطبيعة الحال لن ندرس جميع الصخور الصهارية، ولكن سندرس صخرتين نموذجيتين تمثل نوعي الصخور الصهارية، وهما صخرتي البازلت وصخرة الجرانيت. بطبيعة الحال عندما ندرس صخرة البازلت فإننا سنعمم المعطيات والاستنتاجات التي سنتوصل بها على باقي الصخور الصهارية البركانية، وعندما سندرس صخرة الجرانيت سنعمم الاستنتاجات والخلاصات التي سنتوصل إليها في نهاية الدرس على باقي الصخور الصهارية البلوتونية. إليك أخي المشاهد أختي المشاهدة التمرين المدمج الأول التالي، تمثل الوثيقة الثانية عينة من صخرة البازلت وهي صخرة صهارية بركانية كما قلنا، والوثيقة خمسة عينة من صخرة الجرانيت وكذلك كما قلنا هي صخرة صهارية بلوتونية. إذن إليك المعلومات التالية أخي الكريم أختي الكريمة، إذا بجانب الصورة أو تحت صورة صخرة البازلت الوثيقة جوش وتحت صورة صخرة الجرانيت في الوثيقة خمسة، لدينا مجموعة من المعطيات والمعلومات حول هاتين الصخرتين الصهاريتين. صخرة البازلت هي صخرة داكنة كما تلاحظ أخي الكريم، لونها داكن صلبة، يعني الصلبة هي لديها صلبة مرتفعة نسبيا، خشنة كثيفة، تحتوي على بلورات كبيرة وهي بلورات الأوليفين والبيروكسين وعلى مادة غير متبلورة تسمى العزين الزجاجي. بينما صخرة الجرانيت هي صخرة ذات لون فاتح نسبيا صلبة جدا، تحتوي على بلورات كبيرة متماسكة هي بلورات الفيلدسبات والمارو والميكا، خصوصا الميكا السوداء. إذا أسئلة، اعتماد على الوثيقتين حدد خصائص صخرتي البازالت والجرانيت وذلك بمد الجدول أسفل، علما أن بنية ثانيا بعلما أن بنية الصخرة يحددها تركيبها العيداني، إذا التركيب العيداني هو وجود البلورات في الصخرة في بنية الصخرة، حدد بنية كل من البازلت والجرانيت. من الإجابة على التمرين سنحدد الخصائص التالية بالنسبة للصخرتين الصهاريتين، سنحدد اللون، الصلابة، المسامية. إذا بالنسبة للبازلت كما قلنا لونها داكن، صلابتها مرتفعة، مساميتها منعدمة. بالنسبة للجرانيت كما قلنا لونها فاتح، صلابتها كذلك مرتفعة والمسامية منعدمة بالنسبة للصخرتين، علما وبالرغم من أن البازلت تحتوي على فجوات أو تجاويف كما تلاحظ أخي الكريم، هي ليست بثقوب، هذه الفجوات عبارة عن أماكن انفلات الغازات أثناء صعودها من الأعماق إلى السطح. عبارة عن تجاويف وليست ثقوب، بالتالي فالمسامية في صخرة البازلت هي مسامية منعدمة. إذا بعد أن حددنا خصائص صخرة كل من البازلت والجرانيت، كذلك تعرفنا في الوثائق جوج وخمسة على بلورات أو مكونات صخرتي البازلت والجرانيت، قلنا أن البازلت تتكون من بلورات كبيرة القد نسبيا، وهي صخرة هي بلورات الأوليفين والبيروكسين، يمكننا التعرف عليها بواسطة لونها. وبالنسبة لصخرة الجرانيت تتكون من بلورات كبيرة القد، بلورات متماسكة هي بلورات المارو والفيلدسبات والميكا السوداء.
إذن بلورة الأوليفين عبارة عن بلورة خضراء يمكننا أن نلاحظها بالعين المجردة. إذن أخي الكريم يمكنك أن تلاحظها هنا، إذن لديها لون أخضر زيتوني نسبيا. إذن تتكون من بلورات الأوليفين وبلورات البيروكسين، بلورات البيروكسين هي بلورات سوداء. ثم بالنسبة لصخرة الجرانيت تتكون من بلورات كبيرة القد، كلها بلورات كبيرة القد، من بلورات رمادية لامعة كحبيبات الزجاج تسمى المرو، ثم بلورات بيضاء تسمى فيل سبات، وأخيرا بلورات سوداء لامعة تسمى الميكا السوداء. هكذا نكون قد حددنا التركيب العيداني، مكونات كل من صخرتي البازالت والجرانيت. بطبيعة الحال بالنسبة لصخرة البازالت تتكون بالإضافة إلى هذه البلورات على مادة غير متبلورة تسمى الزجاج البركاني أو العجينة الزجاجية. إذا كاستنتاج بنية صخرة البازالت، بالنسبة لصخرة البازالت كما قلنا تحتوي على مادة متبلورة، هذه البلورات مادة متبلورة عندما نلاحظها بالعين المجردة عبارة عن بلورات صغيرة الأوليفين والبيروكسين، ومادة غير متبلورة تسمى العزين الزجاجي أو الزجاج البركاني. لذلك نقول أن بنيتها، إذا النصف متبلور والنصف الآخر غير متبلور، نقول أن بنية صخرة البازلت هي بنية نصف متبلورة، بينما صخرة الجرانيت تتكون من المادة المتبلورة فقط، أي البلورات فقط، لا تحتوي على العزين الزجاجي الذي يسمى كذلك الزجاج البركاني، أي لا تحتوي على المادة الغير متبلورة. لنقول أن بنية صخرة الجرانيت هي بنية كاملة التبلور. إذا بعد أن لاحظنا صخرتي البازلت والجرانيت بالعين المجردة، سنحاول الآن أن ندرس صفيحتين دقيقتين للصخرتين بواسطة المجهر المستقطب. إذا ما يميز المجهر المستقطب، يعني الخاصية أو الميزات التي تميز هذا المجهر، هو أن البلورات تظهر ملونة عندما نلاحظها بهذا المجهر. إذا نستعمل لإنجاح هذه الملاحظة بطبيعة الحال سنحتاج كذلك إلى صفيحة دقيقة صفيحتين دقيقتين لصخرتين. بالنسبة للبنية البيتروغرافية، لاستركتيور بيتروغرافيك، البنية لصخرة ما هي على شكل تعبر عن شكل وقد العناصر المكونة لها وكذلك العلاقة بين هذه العناصر. لأن البنية تعبر عن شكل وقد يعني حجم العناصر المكونة للصخرة والعلاقة بين هذه المكونات. تبرير المدمج الثاني تمثل الوثيقة واحد ملاحظة مجهرية لصفيحة دقيقة لصخرة البازلت، وتمثل الوثيقة جوج ملاحظة مجهرية لصخرة الجرانيت. أسئلة: السؤال الأول اعطي الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقتين. السؤال الثاني اعتمادا على الصفيحتين على صيف التركيب العيداني لصخرتي البازلت والجرانيت. إذا كما تلاحظ أخي الكريم على اليمين الوثيقة واحد تمثل صفيحة مجهرية لصخرة البازلت، وعلى اليسار الوثيقة جوج صفيحة مجهرية، حين ملاحظة مجهرية عفوا لصفيحة دقيقة لصخرة الجرانيت. يعطي الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقتين اعتمادا على الصفيحتين أعلى صيف التركيب العيداني لصخرتي البازلت والجرانيت. إذا من خلال الملاحظة المجهرية لصفيحة دقيقة لصخرة البازلت يتبين أنها تتكون من أربعة عناصر أساسية: العنصر رقم واحد، عنصر رقم جوج، عنصر رقم ثلاثة، رقم أربعة. إذا بالنسبة للعنصر رقم واحد في الوثيقة واحد يمثل بلورات الأوليفين كما تلاحظ أخي الكريم، رقم واحد يشير إلى بلورات الأوليفين كما تلاحظ، حدود بلورات الأوليفين هي حدود غير منتظمة، الشيء الذي سيسمح لنا بتمييز الأوليفين عن البيروكسين لاحقا. العنصر رقم جوج يمثل الزجاج البركاني أو العجين البركاني. الرقم ثلاثة بلورات البيروكسين، إذا كما تلاحظ بالنسبة لبلورات البيروكسين تتوفر على حدود منتظمة يعني حدود مقادة عكس بلورات الأوليفين، الشيء الذي يسمح بتمييزها عن بلورات عندما نلاحظ بواسطة المجهر. ثم العنصر رقم أربعة عبارة عن بلورات دقيقة على شكل عصيات تسمى بلورات الميكروليتات. الوثيقة جوج وتحديد عناصر المكونة ومكونات صخرة الجرانيت، إذا كما تلاحظ العنصر رقم واحد عبارة عن بلور كبير القد مخطط، وهذه الخاصية تميز بلورات الفيلد سبات. إذا رقم واحد يمثل بلورات الفيلد سبات. العنصر رقم جوج كما تلاحظ أخي الكريم وأختي الكريمة
إذا بلورات كبيرة القلب ذات لون أسود هي بلورات الملكة السوداء. ثم العنصر رقم 3 بلورات كبيرة القلب بلورات بيضاء هي تميل إلى الرمادي هي بلورات المرو. ثانيا وصف التركيب العيداني لصخرة البازلت. بالنسبة لصخرة البازلت كما قلنا أخي الكريم يتكون من بلورات كبيرة القلب عندما نلاحظها بالمجال الإلكتروني، وهما بلورين بالضبط، بلورات الأوليفين ذات حدود غير منتظمة وبلورات البيروكسين ذات حدود منتظمة. إذن بلورين كبيري القد الأوليفين والبيروكسين، ثم بلورات صغيرة القد على شكل عصيات تسمى الميكروبيتات، ثم مادة غير متبلورة هي بلورات هي العجين الزجاجي. إذن نقول أن إذن بنية صخرة البازلت تتكون من بلورات كبيرة القد أوليفين والبيروكسين، بلورات صغيرة القد على شكل عصيات هي بلورات الميكروبيتات، ومادة غير متبلورة هي العجين الزجاجي. بالنسبة لصخرة الجرانيت تتكون من البلورات كبيرة القد فقط، هي بلورات الفيلدسبات والميكا السوداء والمارو. نمر إلى البنية. بالنسبة لبنية صخرة البازلت كما قلنا قبل قليل هي بنية نصف متبلورة، لأنها تتكون من مادة متبلورة ومادة غير متبلورة. سنضيف إلى ذلك بنية أو مصطلح آخر هو البنية الميكروليتية. لماذا البنية الميكروليتية؟ لأنها تتكون من بلورات كما قلنا صغيرة القد على شكل عصيات تسمى الميكروليتات. إذا نقول أن بنية صخرة البازلت إما بنية نصف متبلورة أو بنية ميكروليتية. بالنسبة لصخرة الجرانيت تتكون كما قلنا قبل قليل تتكون من بلورات فقط من المادة المتبلورة فقط، يعني 100% من المادة المتبلورة، وبالتالي نقول أن بنيتها بنية كاملة التبلور. نضيف إلى ذلك مصطلح آخر وهو مصطلح البنية المحببة. لماذا؟ لأن عندما نلاحظ صفيحة دقيقة لصخرة الجرانيت بواسطة المجهر المستقطب تظهر هذه البلورات أي المرو والفيلدسبات والميكا السوداء على شكل حبيبات، فنقول أن بنيتها بنية محببة. جيد، إذا نمر إلى المحور التالي. ما سبب اختلاف بنيات الصخور الصهارية؟ لماذا الصخور الصهارية البركانية لها بنية نصف متبلورة أو بنية ميكروليتية، بينما الصخور الصهارية البلوتونية كالجرانيت لها بنية كاملة التبلور أو بنية محببة؟ إذا السبب سنتعرف عليه في التالي. إذا ربما يرجع السبب إلى اختلاف درجة حرارة تبريد الصهارة. لماذا؟ لأن الصخور الصهارية أصلها هو الصهارة، والصهارة كما رأيت أخي الكريم أختي الكريمة في درس البراكين تصعد من الأعماق إلى السطح خلال الاندفاع البركاني، أي تمر هذه الصهارة من درجات حرارة مرتفعة جدا في أعماق الكرة الأرضية في باطن الأرض داخل الخزان الصهاري، ثم تمر عبر مدخنة البركان حيث درجة الحرارة متوسطة تنخفض نسبيا لتصل إلى سطح الأرض حيث درجة الحرارة منخفضة، الشيء الذي يؤدي إلى تبريد الصهارة. إذا ربما يرجع اختلاف بنية الصخور الصهارية إلى اختلاف درجات حرارة تبريد الصهارة، ظروف تبريد الصهارة. إليك المناولة التالية أخي الكريم أختي الكريمة للتأكد من الفرضية التي طرحناها سابقا. إذا ندوي مسحوق الكبريت، سنستعمل مسحوق الكبريت في هذه المناولة. إذا ندوبه في مدوب طيني إذا حتى ينصهر في درجة حرارة مرتفعة، ثم نفرغ كمية أولى من مسحوق من صهارة الكبريت في إناء به ثلج، كمية ثانية في إناء به ماء ساخن، وكمية ثالثة في إناء يوجد في حرارة الوسط. إذا بالنسبة للإناء اللي به ثلج التبريد سيكون تبريد سريع بطبيعة الحال، التبريد سيكون تبريدا سريعا. بالنسبة للإناء الذي به وبالتالي سنحصل على مادة غير متبلورة. بالنسبة للإناء به ماء ساخن سيكون التبريد بطيء، وبالنسبة للإناء الموجود في حرارة الوسط سيكون التبريد متوسط. سنحصل على التالي مادة غير متبلورة في التبريد السريع، إذن التبريد البطيء سنحصل على بلورات كبيرة القد وبلورات صغيرة القد في التبريد المتوسط. وبالتالي نتأكد من أن العامل فعلا المسؤول عن اختلاف بنية الصخور الصهارية هو اختلاف درجات حرارة تبريد الصهارة، بحيث أن الصخور البركانية لأن تتشكل مكوناتها داخل الجهاز البركاني حيث تتشكل بلورات كبيرة القد الأوليفين والبيروكسين في الخزان الصهاري للبركان، بينما تتشكل بلورات صغيرة القد الميكروليتات في ميدخانة حيث درجة الحرارة متوسطة، وتتشكل مادة غير متبلورة على السطح حيث درجة الحرارة منخفضة، بينما الصخور الصهارية البلوتونية تتشكل في باطن الأرض داخل الخزان الصهاري للبركان حيث درجة حرارة مرتفعة جدا، وبالتالي التبريد بطيء، الشيء الذي يؤدي إلى تشكل بلورات كبيرة القد فقط. شكرا لك أخي الكريم أختي الكريمة على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.